بعد. فيا فضيلة الشيخ محمد علوي المالكي، نرحب بكم في بيت عبد العليم باليكر. لقد قطعت الجبال والأنهار لخدمة أمة المحمدية، فنرجو من فضيلتكم ألا تحرمنا من علمك الواسع ونورك السابع، فإن الفقير في العلم لا بد أن يترك بابه. ونتمنى لفضيلتكم إقامة طيبة مباركة في هذه المدينة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وجعلكم إرشادا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا يا أرحم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإني في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس العظيم الكبير الكريم الذي تشرفنا بالحضور فيه وتشرفنا بالمشاركة في الأذكار النبوية، الأذكار المباركة، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير وهذا التوفيق. أننا نشكر صاحب هذا المكان الذي فتح بيته لهذا المجلس، لهذا المجلس المبارك. I also thank the person who's placed in this gathering taking place that he has opened his door for the Muslims to gather today. أشكر صاحب المنزل الذي فتح بيته لهذا المجلس المبارك. Thank you for opening the door for this blessed gathering. أشكره ونهنئه. Thank him and give him glad tidings of. نهنئه لأنه أدخل في بيته شيئا عظيما وبركة كبيرة ما يمكن أن تقدر ولا يمكن أن توزن بشيء. We give him glad tidings because he has gotten into his home great blessings and great barakah from Allah subhanahu wa ta'ala. He can't even come. لأنكم تعلمون أن مجالس الذكر لأنكم تعلمون أن مجالس الذكر تحفها الملائكة. Because you know that the gathering of dhikr, they are surrounded by the malaika and the angels. وتتنزل على أهلها السكينة. السكينة يمكن الشيخ يبين لك الفرق بين السكينة والرحمة. وتغشاهم الرحمة الإلهية. هذه نعم عظيمة. It's a great ni'mah for the bounty of Allah. يستفيدها أهل المجلس. People of the majlis can benefit from it, of course. ويستفيدها أهل البيت. And the people of the house can benefit from it. فنهنئ صاحب المنزل بهذه المنقبة، بهذا التوفيق، بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله تعالى إليه. And therefore we thank and bless the glad tidings to the person who opened the house to this panel. كما أننا نشكر فضيلة الشيخ صالح. الشيخ صالح I thank him as well. على كلمته العظيمة الجليلة. For his high noble words. و
يقول لي إنه الفقير يطلب من الغني. لكن إذا كان كلنا فقراء كيف؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله. وإنما الحمد لله في هذه البلاد التي جئنا إليها بلاد الكتاون. نشم رائحة الحرمين هنا. العلم والفضل والخير والهداية والإرشاد موجودة مستمدة من هناك. The goodness, the knowledge, the blessings, the guidance from there is من زمن طويل. Come from there from long time. وهذا أحد الشواهد. One of my proofs is the Sheikh Saleh Habari's history. هذا شاهد. That's the proof. That's the witness. لأن هذا تلميذ جدي وأبويا. Sheikh has testimony to that because he's a student of my father and my grandfather. قرأ عند السيد عباس وعند السيد علوي. He studied under Sayyid Abbas and Sayyid Alawi both of course. وعند السيد عبد الرحمن المالكي. And Sayyid Abdul Rahman al-Maliki as well. وهذا من الشواهد. This is my part of my testimony. ورأينا كثير في هذا اليوم من الشواهد. And I see many of the testimony to that, witnesses to that here. والدلائل. And the proof. الحاضرة المشاهدة. ما هي مكتوبة دلائل مشاهدة. By insight, not by the physical presence. من الأئمة والعلماء الذين رأيناهم. And among the ulama and imams we have met. وبعض كثير منهم قد انتقل إلى رحمة الله. Many of them of course are not here, but have passed on before this also. كما سمعنا عنه. As we heard about them. الحمد لله هؤلاء العلماء من هذه البلاد. الحمد لله the ulama of this city, of this place. لما جاءوا إلى مكة. When they come to Mecca. وأخذوا العلم عن العلماء هناك. They took the علم from the ulama of Mecca. أخذوا العلم الصحيح. They took the true علم, the right علم. أخذوا العلم الصحيح المؤيد. المؤيد بالروح الروحانية. وجاءوا إلى هنا لنشره. ولذلك كان هنا الثمرة ثمرة عظيمة كبيرة من الحرم الشريف مؤيدة العلم بالروحانية العلم بالقلب العلم بالذكر العلم بالطريق. And therefore, they have the fruits of that which they have received from there is manifested here, whether it be to a knowledge, whether it be to a ruhaniya, especially to a dhikr, they have brought this ilm from there here, and there's fruits of that. وهذا في الحقيقة نعمة كبيرة. And therefore, it's a great blessing, of course. كما أنني لا أنسى you can't forget فضل الأزهر الشريف the greatness of the Azhar, of course, على العالم in the world. وفضل والخدمات الكبيرة العظيمة التي قدموها للمسلمين. And all the other contributions that was made for the service for the من العلم والتعليم والتأليف. As regards the knowledge and teaching as well as authorship, writing of books and publications. والشيخ أحد الشواهد. And of course, Sheikh is another proof of it as he is from Gaza. وغيره من العلماء الذين جاءوا. And other ulama besides them have also come. وإنما أنا أتحدث على قدر معرفتي. I speak according to understanding that I have my knowledge. هذا الذي أعرفه. So I know about it. لذلك أتكلم على ما أعرف. فلا يعتب علي مولانا الشيخ إني أهملت الأزهر. لا ما أهملت الأزهر. بل الأزهر له فضل حتى علي. الحاصل العلم وأهل العلم مثل الجوابي. الجوابي جمع جابية. والجابية هي الدرك التي في البستان يفتح بعضها على بعض هكذا. يسقي بعضها بعضا. The channels you find in the water, the troughs, they call trough, water troughs. That is how the enemy is in the garden. هكذا. هذا الجواب يسقي بعضها بعضا. And they of course they feed one another. نرجع إلى أول الكلام. Turn back to the beginning of my words. الحمد لله أن العلم الذي وصل إلى هذه البلاد. All praise to Allah for the knowledge that has come to this city. والعلماء الذين فتحوا هذه البلاد. And the ulama who have opened up this place. ربطوا الناس بالعلم والدين والذكر. طريق والذكر. وسار الناس على هذا. بالأمس وقبل
قبل الأمس وقبل قبل الأمس زرنا الأئمة الذين الله سبحانه وتعالى أكرم بهم هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى visited people that people have come before them and before them and before them. Some of the same people, Tariqa or Dhikr and Ilm. مثل توانغورو الشيخ عبد الله عبد السلام. قاضي عبد السلام ومثل الشيخ سعيد علوي السيد العلوي بجانبه ومثل نور مبين ومثل الشيخ عبدال الذي يوسف كل هؤلاء علماء مجاهدون من أهل الذكر ومن أهل الطريق لذلك فتحوا عيون الناس هنا على هذه القواعد فما نحب أن تتغير وكل من يأتي ويريد أن يغير هذه القواعد قولوا له نحن فتح الذي فتح الإسلام هنا وأسس الإسلام هنا هم الذين جاءوا بالعلم وبالطريق وبالذكر غير ذلك ما نقبل And we love that. We want to maintain that. We don't want to change that. الله أكبر. هؤلاء الأئمة الذين كانوا أول قدم وطئت هذه البلاد هم من أعظم العارفين والأئمة الصالحين في الله سبحانه وتعالى فربطوا الناس بهذه القواعد نحن وأعوذ بالله من نحن نحن وأعوذ بالله من نحن لأن كلمة نحن يقول العلماء لا كلمة نحن يقول العلماء فيما أخبرني به الوالد أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ثم لي وعندي أربعة مهلكة للعبد أنا عندي نحن لي هذه مهلكة للعبد لأن فيها سورة الكبر Make a reference in Arabic to a phrase which kind of course translated in English, but basically what it means is the idea of egoism and egotism. They say, قاموس إبليس. لأن إبليس. أول من قال. أنا خير منه. أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا كل واحد. يأتي من هذا الباب. من باب الفخر والإعجاب ورؤية الفضل على السابقين كما تسمعون اليوم في الساحة الإسلامية وفي من المجتهدين الجدد المدرن مجتهدين مدرن إيش هذولا يقولون نحن رجال وهم رجال نحن رجال وهم رجال ما يحتاج الشافعي مالك أبو حنيفة ابن حنبل جنيد جيلي فلان فلان هؤلاء رجال نحن أيضا مثلهم إمام أبو حنيفة شافعي شيخ عبد القادر جيلاني أحمد الرفاعي they are human beings also مرحبا نحن أنتم رجال وهم رجال yes we accept you are human beings and they were you are men and they were men بس هم رجال الآخرة وأنتم رجال الدنيا you are the people men of the world and they were the people of the آخرة هم رجال العلم وأنتم رجال الدرهم والدينار those were men of knowledge and you are the men of the dirham and the dinar لأن هؤلاء ما يشتغلون إلا بالفلوس these people they don't work except with the salaries and money إذا انقطع الراتب ما يدرس ولا يعلم if his salary is not paid he doesn't teach قال أنه لا يؤذن أيضا maybe he won't even give the adhan if he doesn't get the salary أما أولئك رجال لله those people they were the men of Allah الناس عرفوا الإمام الشافعي
والإمام مالك والإمام أبا حنيفة والإمام ابن حنبل أنهم علماء أئمة كبار عباقرة عقول قوية عظيمة, هذا المعروف عنهم. People know from them that they were Imam Hanifa, Malik, Shafi, Imam Ahmad. They were great people of great knowledge. They were geniuses of their time. عباقرة. They were geniuses. أساتذة كبار عقلاء عظماء مفكرين. They were great thinkers, people of great knowledge and thinking and thought. لكن ما نظروا إلى الجانب الآخر من حياتهم. Many people didn't look at the other side of their lives. الزهد. Their piety. والعبادة. And their worship. والذكر. Their والاجتهاد في الطاعة. And they're struggling in Allah's service. وقيام الليل. And they're praying in the night. والإكثار هذا الجانب الذي نسميه الآن الجانب الصوفي. This way of their life, this outlook to their life, which we call today as Sufism. صوفي. صوفي. أو الجانب السلوكي. Or this way of سلوك and manner of following. إن كان قلنا سلوك, إن كان قلنا تربية, إن كان قلنا تصوف, كله يدور في معنى واحد. الأسماء ما تهمنا. Whatever you call it, سلوك, تربية, تصوف, names don't matter to us. إذا واحد قال تصوف هذا كلمة بدعة, كلمة جديدة, نقول له مرحبا, إيش تسميه؟ هذا ما تسميه هذا. If someone says, no, this word, تصوف, to me, بدعة, so we say, okay, no problem, what would you call that? هذا العمل الذي هو فيه الإقبال على الله والعبادة, بماذا نسميه؟ إيش تسميه؟ العلماء اصطلحوا على تسميته تصوف. هذا الذي يقول هذه الكلمة بدعة وجديدة وأنها خارجة عن الدين وأنها لم تكن في زمن النبي ولا الصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه, طيب هي اخترع لنا اسم, ما هو الاسم؟ احنا ما يهمنا الأسماء, يهمنا المنهج. You know, whatever name you want to give to it. Nothing to it. We don't, the program hasn't changed. هؤلاء الأئمة العباقرة الكبار منهجهم في معاملتهم الباطنية هو منهج التصوف. The program of the people of the past, the great people, not just what they did, what they actually did and so on. بقي بعد ذلك مسألة ثانية. الأئمة المشهورين بالتصوف. مثل سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي احمد الرفاعي. ايوه هذول المعروف عنهم عند الناس اولياء كرامات خوارق عادات يطيرون في السماء يسيرون على الماء يفعلون العجائب ياتون بالغرائب ياكلون السم يضربون الى اخره. People know that the remarkable things they used to do, unusual things they used to do, that medical they perform, they things they are beyond nature, other than normal nature, whether walking, going in the air or walking on the water, these things they could do, so unusual things. ومنهم البدوي. And some of them, they are those who are the desert people. كثير من الأولياء منهم أبو الحسن الشاذلي. أبو الحسن الشاذلي, for example, another Bedouin. منهم سيد عبد السلام المشيش. ومعروف الكرخي والإمام الجنيد والإمام إلى آخره. الناس الآن يعرفون عن هؤلاء الجانب الصوفي فقط, الجانب الروحي. لذلك يتكلمون عليهم وينتقدون بما لا ينبغي. أن هؤلاء عاطلين لا عمل لهم, يضللوا الناس وأنهم يدعون كذا ويدعون علم الغيب ويدعون الكشف ويدعون الاطلاع على أسرار الناس, كلها سفاهات ومغادرات. الجانب العلمي ما يبرزوه, الجانب العلمي لهؤلاء ما يبرزوه, ما يظهروه. They didn't actually show the intellectual dimension of their lives. It's only the karamat and the miracles which are known to people. That is why you find then some ignorant people making fun of them because of these karamat always. سيد الإمام عبد القادر الجيلاني بجانب ولايته ومقامه الكبير ودرجته العظيمة كبار العلماء. Besides him being a wali and whatever he said, he's also a big ulama. من كبار الفقهاء, من كبار الأصوليين, حتى الشيخ ابن تيمية
الذي كثير من هؤلاء الذين يتبجحون أو يعني ينتسبون إليه. ويقولون أنه ينكر التصوف. هذا الشيخ ابن تيمية دائما ينقل في الفتاوى عن سيد عبد القادر الجيلاني كثير نقول ويقول باللفظ هذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني نور الله ضريحه قدس الله روحه ونور ضريحه في الكتاب في الفتاوى الشيخ ابن تيمية كذلك هذه مسألة أخرى نرجع لها في مجلس آخر ينسبون إليه أنه معادي للتصوف هذا كذب تضليل لم يكن معاديا للتصوف هذا كذب الشيخ ابن تيمية عالم فاضل له بعض أخطاء كغيره لأنه ليس بمعصوم وقع في بعض مسائل مهمة يعني تبين في محلها الآن ما هو هذا محل كلام الحاصل أن ساداتنا من السلف الصالح من أئمتنا جمعوا بين هذا وهذا ولا بد من العلم لتصحيح العبادة تصحيح العمل ولا بد من التصوف والتربية والأوراد والأذكار لتصفية القلب وتصحيح النية وتقوية الإخلاص ما يصلح هذا إلا بهذا لا بد من الاثنين وهذه الطرق الصوفية ينبغي لنا جميعا أن نحترم جميع أصحابها جميع أصحابها والآن يعني أحب أن أؤكد على إخواني يعني أنا أقول كلام من عندي قد يكون هذا الكلام لا يخص إخواننا الحاضرين يعني لا أعرف أحوالهم أنا أتكلم فيما أحس به وقد يكون هذا لا ينطبق على الحاضرين أن هناك أحيانا يحصل خلاف بين أهل التصوف أنفسهم من أهل الطريق هذا قبيح جدا لأن هؤلاء جميعا يجمعهم طريق واحد والطرق كلها موصلة إلى الله ما يصح أن هذا يخالف هذا وهذا يقول هذا كذا وهذا يتكلم في هذا ما يصلح أن يقع التحاسب بين مشايخ الطرق لا ما يمكن لأنه كلهم قائد يقودون الناس إلى الخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه وأن يحفظكم ويحفظنا وإياكم من الفتن وأن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا المجمع الاجتماع المبارك اجتماع عظيم سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام وصل ابتلأ الورد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله مددان يا صاحب المدد الله 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 لا إله إلا الله فمد لخير الخالق يدا أحد إلا فلذاك مددت إلي يدي وبذلك كنت من السعداء. يا ذخري وأنيلنا منك فيك ندى. الله 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 لا إله إلا الله. فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون
شفاء لنا الله الله CA788621 white BM, please blocking driveway, white BM, CA788621. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Yeah.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفضيلة الشيخ سيد سألني عمي وهو صاحب هذه البيت أن أشكرك نيابة عنه وأمه وزوجته حليمة فاطمة، ولا يوجد كلمات الشكر مناسب لهذه الزيارة منك إلينا، ولكن سوف أحاول. أولا نحن تمتعنا واستفدنا منك وسعداء جدا جدا بزيارتك، ونتمنى إن شاء الله أن نكون معك إن شاء الله في مستقبل قريب، ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا جزاكم الله خيرا، شكرا لكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, we would like to appeal to all the ladies just to clear the stairs. We are having a sheikh that is going to ziyarat the Baal Mubarak, and we're requesting the brothers, please, everybody can't manage to go up because there's a lot of ladies up there. So we request the nearest people to be the sheikhs to go up with him, inshallah. There's a dhikr tomorrow night after Maghrib, after Isha at the Masjid al-Quds. Everybody's welcome. Shukran. And thereafter the supper will be served for the Sheikh and his nearest people.